है खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो। आहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। اللهم اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بالأموال وجعلها قياما للناس في مصالح الدنيا ولدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما فضلكم من هذه الأموال ونظم عليكم ربكم التصرف فيها اكتسابا وتصريفا، فبين لكم كيف تكسبونها وكيف تتصرفون فيها وتصرفونها، ندم لكم في حياتكم وبعد مماتكم. ففي هذه الدنيا ففي حياة الإنسان يستطيع الحر المكلف الرشيد أن يتصرف في ماله بيعا وشراء وإجارة ووصية على حسب الحدود الشرعية. وبعد ممات الإنسان حفظ الله له المال بأن يتولى اسمه بنفسه على قول الناس به فطرد المواريث. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن أبي ربيع فابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن ربيع قتل أبوهما معك يوم أُحد شهيدا، وإن أمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تركهان إلا ولهما مال. قال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميلاد، فبع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمهما فقال: أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. وقال: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله. وقال: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وإنه ينصى وهو أول ما ينزع من أمتي. وقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق
هبطا فلا وصية لوارث. وعن سعد بن مالك رضي الله عنه قال: آتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال: أوصيت؟ قلت: نعم. قال: بكم؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله. قال: فما تركت لولدي؟ قلت: هما أغنياء بخير. قال: أوصي بالأسر فما زلت أناقشه حتى قال: أوصي بالثلث والثلث كثير. وقال الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياة عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، وحمزة أسد الله وأسد رسول رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اتحد في بلاد المسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في كل مكان بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صفا کو درست کر لیں، اوپر بھی کافی جگہ کافی ہے، ساتھ ہی اوپر بھی جا سکتے ہیں.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.